تفتقر قرية روضة الأمير راشد في قضائيل إلى خدمة صرف الصحي رغم تعدادها الذي يفوق 3000 نسمة وسط مخاوف من اختلاط مياه الصرف الصحي بآبار مياه الشرب، الأمر الذي قالت إدارة مياه محافظة معان أنها لم تبلغ بأي شكوى بخصوصه. يطالب مواطنو قرية روضة الأمير راشد في محافظة معان بتمديد شبكة للصرف الصحي إلى منازلهم بدلا من الحفر الامتصاصية الموجودة في كل بيت. بنطالب من زمان في صرف صحي، لأنه في 7 أبار موجودة داخل القرية، وهذه الأبار بتجي في مناطق منخفضة، ولذلك الجور الامتصاصية أعلى في مناطق أعلى من مناطق الأبار، وفي جور امتصاصية صار لها 30 سنة وأكثر من 30 سنة جاهزة، لا ما عمرها فاضت، دليل على انه المي بتغور من الجوار الامتصاصيه للابار. وعدنا بالنسبه للصرف الصحي في منطقه روضه الامير راشد، فلغايه الان مده 3 سنوات وهي موعوده بدون شيء. الان الحفره الامتصاصيه لكون منطقه يعني المياه الجوفيه الموجوده في المنطقه قريبا، فالان المنطقه تبعنا صارت المياه ملوثه جدا. الجوره الامتصاصيه من مده 20 سنه لم تسحب اي جوره امتصاصيه، فالان وين يعني بدها تكون المي اللي بنشرب منها. الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إدارة مياه محافظة معان ترغب في إيصال خدمة الصرف الصحي إلى كل القرى، إلا أن الإمكانات المادية غير متاحة في الوقت الحالي، خاصة أن مشاريع الصرف الصحي مكلفة جدا. طرح هذا الأمر أمام عطوفة أمين عام سلطة المياه، ووعد إن شاء الله بدراسة إمكانية ربط هذه المناطق ومناطق لواء الشوبك أيضا بشبكة الصرف الصحي. العائق الوحيد في هذا الموضوع هو توفر الإمكانات المادية التي نتمنى أن تتوفر بصورة عاجلة إن شاء الله. آمال كبيرة يعلقها المواطنون على أن تكون شبكة الصرف الصحي من أولى المشاريع التي ستنفذ في المحافظة في المستقبل القريب، إلى جانب مشاريع الصحة والتربية والنقل والمياه. أحمد العجلوني، رؤيا.